مع احتفال العالم باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام، لم تكن الأوضاع في كثير من دول العالم المتقدمة أو ثرية بحال أفضل مع إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية. في غضون ذلك يواجه ملايين الأطفال ظروفا معيشية سيئة في ظل اضطرابات غير مسبوقة في دول تعاني ويلات الحروب والنزاعات مثل سوريا، العراق، اليمن، جنوب السودان والصومال. الأطفال ثروة الحياة الأثمن وذخيرة المستقبل، ولكن قبل هذا كله هم أطفالنا. اليوم 20 من نوفمبر هو اليوم العالمي للطفل، يحتفل به الأطفال في أغلب دول العالم، وحددته الأمم المتحدة في عام 1954 ليس فقط للاحتفاء بالطفولة، بل للتذكير بضرورة احترام وحماية حقوق الأطفال، لا سيما أبسط حقوقهم الأساسية كحقهم في الحياة الكريمة وحرية الرأي والدين والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الحماية من العنف البشري والنفسي. تمتد الجهود لضمان حقوق الطفل عبر سن قوانين وتشريعات من خلال التعاون بين الحكومات ومنظمة اليونيسف ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل. صدر رسميا في عام 1959 إعلان حقوق الطفل لحماية الأطفال، والذي ينص على الحقوق والحريات المقررة التالية: أولاً، يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان، ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز. ثانياً، يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. ثالثاً، للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. رابعاً، يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلاً للنمو الصحي السليم، وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية. خامساً، يجب أن يحاط الطفل المعوق جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. سادساً، يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية إلى الحب والتفهم، لذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما. سابعاً، للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً في مراحله الابتدائية على الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ثامناً، يجب أن يكون الطفل في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. تاسعاً، يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. عاشراً وأخيراً، يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني وغيره، وأن يربى على روح التفهم والتسامح. معي من القاهرة المستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة صفاء. الحقوق واضحة، تنفيذها غائب تماما، وأبسط دليل على هذا ما يحدث في حلب. ما دور المنظمات هنا؟ هو أهم مشكلة حاصلة دلوقتي في الموضوع ده كله هو حقوق الأطفال اللي ضايعة من جراء حاجات ومشكلات هم ما لهمش أي يد فيها. ودي ده دور بقى المجتمع، المؤسسات والمجتمع المدني لازم يعمل دوره في انه يحمي هؤلاء الاطفال من اثار هذه الحروب، لان الاطفال هم الجهه هم الاطراف الاضعف في المساله، والاطفال ليس لهم اي ذنب فيما نعم. يدور حولهم من مشكلات ومن حروب. طيب، قلت يجب ان تقوم هذه المنظمات بدورها لانه الاطفال طبعا لا حول لها ولا قوة ولا ذنب لها، ما هو هذا الدور؟ أهم حاجة طبعا، أهم دور للمؤسسات المجتمع المدني هو إلقاء الضوء على كل المشكلات اللي بيتعرض ليها الأطفال من حرمان من أسرهم، من منازلهم، من حقهم في التعليم، حقهم في حياة سالمة وأمينة وآمنة
ومستقرة، كل حقوق الأطفال انتهكت في هذه البلاد التي تدور فيها هذه الحروب، ودور المؤسسات هنا لازم ولابد من الحل على مستوى المجتمع الدولي، رفع الأمر إلى المجتمع الدولي، توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال. ليس لهم أي ذنب فيما يجري، ليس لهم أي سند لهم سوى يعني دور هذه المؤسسات المدنية. أما بالنسبة للحكومات فطبعا كل الحكومات مشغولة بالحروب، ليس شغلها الشاغل هو ليس طيب إلا الحروب، صحيح، ولكن وهي هو سبب أصلا الحروب، بس لم أفهم بعد منك سيدة صفاء ما الذي تقوم به المنظمات، يعني سن القوانين؟ لا، هي في لا قوانين أصلا واضحة بحق الأطفال، بالضبط ما الذي بالضبط تقوم به؟ ما الذي يمكن تقديمه بهكذا ظروف صعبة واستثنائية لهؤلاء الأطفال من حالات سابقة إذا أردت؟ ما أنا بقول لحضرتك لازم إثارة الموضوع أمام المجتمع الدولي، سواء منظمة الأمم المتحدة أو أول حاجة اليونيسيف تقوم بدورها، كل المجتمع المدني لو رفع لازم يرفع الأمر ده والأمور والمشكلات بالأسماء وبالإحصائيات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير الحماية، هذه الحماية لهم. أنتم تقومون بهذا أيضا سيدة صفاء، يعني موضوع الأطفال بأماكن الصراع توثقون ما يحدث أكيد بحقهم؟ مؤسسات طبعا مؤسسات المجتمع المدني كلها بنقوم بحصر أي حالات للانتهاك حقوق الأطفال وبنرفعها للجهات المسؤولة، وإذا لم تتحرك الجهات المسؤولة فعندنا في مصر على سبيل المثال النص الدستوري اللي وضع في الدستور الجديد، وهو دور مؤسسات المجتمع المدني وإن لها الحق في رفع القضايا في هذه الحالة. ففي هناك حركة إيجابية في هذا المجال في مصر. أما أنا بتكلم على مستوى الدول اللي فيها حروب وفيها انتهاك لكل حقوق الأطفال وتشريد الأطفال وأسرهم، فده لازم يبقى دور المجتمع المدني أمام المجتمع الدولي والمحاكم نعم، الدولية والأمم المتحدة واليونيسيف، هو ده دور المجتمع المدني. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من القاهرة سيدة صفاء، المستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل.